السلام عليكم ورحمة الله أعزائي طلاب المدارس الثانوية الفنية للتمريض. Welcome to the channel. نلتقي اليوم Terminology Unit 5 الوحدة الخامسة The Digestive System الجهاز الهضمي. وياريت قبل ما نبدأ نعمل سبسكرايب في القناة ونفعل الجرس عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ Unit 5. Unit 5 الوحدة الخامسة The Digestive System، وينفع نقولها Digestive System. يا ترى ايه هو الجهاز الهضمي؟ The Digestive System is a series. الجهاز الهضمي is عبارة عن ايه؟ ايه تعريفه؟ A series، سلسلة. Series، series، سلسلة. Of hollow، hollow، مجوف. Organs، organs، أعضاء مجوفة. Joined، joined، متحدة مع بعضها، متصلة مع بعضها. In a long twisting، twisting، ملفوف. Tube، tube، أنبوبة طويلة وملفوفة. تبدأ من فين يا شباب؟ From the mouth، من الفم. To the anus، إلى فتحة الشرج. يبقى نقول التعريف ده تاني. The digestive system is a series of hollow organs joined in a long twisting tube from the mouth to the anus. Inside this tube، وداخل، inside، داخل هذه الأنبوبة. Is a lining، is a lining، توجد بطانة. Lining، بطانة، يعني lining. Cold، هذه البطانة تسمى ايه يا شباب؟ The mucosa. The mucosa يعني الغشاء المخاطي. يبقى البطانة التي تبطن هذه الأنبوبة تسمى mucosa. Inside this tube is a lining called the mucosa. In the mouth، stomach، في الفم. والمعدة. And small intestine، small intestine، intestine، وكمان الأمعاء الدقيقة. The mucosa contains، يحتوي على، الغشاء المخاطي يحتوي على. Tiny glands، tiny glands، غدد صغيرة، غدد صغيرة. Tiny glands that produce، التي تنتج. Juices، عصارات. To help digest food، التي تساعد في هضم الطعام. يبقى احنا هنا في الباراجراف ده بنتعرف على تعريف الجهاز الهضمي، ويا ترى ايه اللي بيبطن هذا الجهاز الهضمي؟ الغشاء المخاطي. طب الغشاء المخاطي ده بيبدأ من فين؟ بيبدأ من الماوث وكمان المعدة، وبيبطن كمان الأمعاء الدقيقة. هذا الغشاء المخاطي يحتوي على ايه يا شباب؟ يحتوي على غدد صغير. هذه الغدد تنتج عصارات بتساعد في هضم الطعام. ولو لاحظنا هنلاقي في الباراجراف الاول اجابة السؤال الاول وكمان اجابة السؤال الثاني. Why is digestion important؟ لماذا يعتبر الهضم هام يا شباب؟ When we eat، عندما نأكل. Such things، such، مثل هذه الأشياء. As، مثل مين يا شباب؟ Bread، الخبز. Meat، اللحم. And vegetables، وكمان الخضروات. يا ترى الأشياء دي بتبقى جاهزة إن الجسم يستفيد بيها؟ No، they are not in a form، ليست في شكل. Form يعني شكل. That the body can use، يمكن للجسم أن يستخدمها. As nourishment، كغذاء. Nourishment، nourishment، غذاء أو تغذية. بإذن يا شباب الحاجات اللي بناكلها ليست في شكل يستطيع الجسم أن يستخدمها كغذاء. طب إيه اللي بيحصل؟ Our food، الطعام بتاعنا. And drink، وكمان الشراب.
must be changed، يجب أن يتغير. must be هنا مبنية للمجهول يا شباب، must be plus past participle. يجب أن يتغير إلى إيه؟ smaller molecules، molecules إلى جزيئات صغيرة. of nutrients، nutrients، nutrients اللي هي ايه؟ جزيئات صغيرة من العناصر الايه؟ الغذائية او المواد الغذائية. before they can be absorbed، absorb يعني ايه؟ قبل ان يتم امتصاصها. absorbed هنا برضو كمان can be plus past participle مبني المجهول. خد بالك ان احنا لما ننطق بريتش بريطاني ما بننطقش الار، فنقول ايه؟ absorbed، absorbed يمتص into the blood، تمتص وتدخل الى البلاد اللي هو مين؟ الدم. عندي كارد وتحمل، كارد تو سيلز الى الخلايا، ثرو اوت، ثرو اوت خلال او عبر ذا بودي الجسم. يبقى اذا يتم تحويل هذه المواد الى اجزاء وجزيئات صغيره من العناصر والمواد الغذائيه قبل ان يتم امتصاصها وانتقالها الى الدم وتحمل الى جميع اجزاء الايه؟ الجسم. طب ايه يا ترى تعريف الهضم؟ digestion، وينفع نقولها digestion is the process، هي العملية by which، عن طريقها food and drink، الطعام والشراب are broken down، تتحطم وتتكسر into their smallest parts، الى الاجزاء الاصغر. so that، so that لكي، so that يعني ايه؟ لكي the body الجسم can use them، يمكن ان يستخدمها to build لبناء، and nourish، nourish ويغذي cells الخلايا، and to provide energy وكمان يوفر الطاقة. يبقى اذن الهضم هو العملية اللي بيتم من خلالها تكسير الطعام والشراب الى اصغر اجزاء ممكنة لكي يستفيد بها الجسم ويبني ويغذي الخلايا، بيبني خلايا جديدة ويغذي الخلايا الموجودة وكمان يوفر الايه؟ الطاقة. How is food digested؟ كيف يتم هضم الطعام يا شباب؟ طيب خد بالك معايا، digestion involves، يتضمن الهضم the mixing خلط of food الطعام، وكمان its movement والحركة بتاعة الطعام ونقله، movement حركة through خلال the digestive tract في مسار الهضم. يبقى عملية الهضم تتضمن خلط الطعام باللعاب وكمان نقله وحركته خلال الايه؟ المسار بتاع الجهاز الهضمي. and the chemical breakdown، chemical كيميائي، breakdown والتكسير الكيميائي of the largest molecules، الجزيئات الكبيرة، الجزيئات الكبيرة of the food into smaller molecules، الى جزيئات اصغر. يبقى اذن يا شباب بكسر الطعام واخلطه وكمان بخلطه مع مواد كيميائية واحول الجزيئات الكبيرة الى جزيئات اصغر واصغر. digestion begins، ويبدأ الهضم من فين يا شباب؟ in the mouth، في الفم، حيث يتم خلط الطعام باللعاب، دي بداية الهضم. يبقى لما يجي يقول لي where does digestion begin، وهو السؤال الرابع، أين يبدأ؟ in the mouth، في الفم. when we chew، عندما نمضغ، and swallow، ونبتلع الطعام، and is completed، ويكتمل الهضم يا شباب فين؟ in the small intestine، في الأمعاء الدقيقة، ويكتمل الطعام أو الهضم الطعام في الأمعاء الدقيقة. the chemical process، هذه العملية الكيميائية
فارز تتنوع، هذه العملية الكيميائية فارز أو تختلف، تتنوع أو تختلف. somewhat نوعا ما، for different kinds of foods للأنواع الأطعمة المختلفة. يبقى إذن المواد الكيميائية أو التعامل الكيميائي أو المعالجة الكيميائية بتختلف حسب نوع الطعام. سبحان الله. يبقى إذن يا شباب كيف يتم هضم الطعام؟ احنا قلنا بيتخلط ويتنقل في المسار الهضمي وتحول لجزيئات كبيرة وجزيئات صغيرة، ويبدأ الهضم من الفم، ويتم خلط الطعام باللعاب من أول ما نبدأ نمضغ ونبتلق الطعام، ويكتمل في الأمعاء الدقيقة، وتتم المعالجة الكيميائية وتختلف حسب نوع الطعام. وهنا إجابة السؤال الرابع. وما تنسوش يا شباب ان إجابة السؤال الثالث في الباراجراف السابق. وزي ما احنا شايفين يا شباب عندنا رسم تخطيطي للجهاز الهضمي وبعض الأعضاء المجاورة له. زي مين؟ descending vena cava، الوريد الأجوف الهابط. ascending vena cava، الوريد الأجوف الصاعد. lung رئة. ليفر الكبد. دودينم يعني الاثنى 10. جول بلادر المثانة. رايت كيدني السندينج كولون، القولون الصاعد. سيكم الأعور. أبندكس الزائدة الدودية. رايت كومون artery and vein. وعندنا كمان small intestine. عندنا كمان rectum المستقيم. left common هي artery and vein. descending colon left kidney. stomach spleen طحال. aorta الأورطي. heart القلب. وكمان pulmonary vein الوريد الرئوي، او arch of the aorta يعني قنطرة الوريد الاورطي. pulmonary artery الشريان الرئوي. ويلا يا شباب نشوف new vocabulary، مفردات جديدة. وطبعا دي مش كل الكلمات الموجودة عندنا. عندنا بقى، خد بالك معايا، digestive system، وينفع اقولها digestive system. hollow twisting. inus leaning. mucosa small intestine. طبعا هنا الان دي خطأ زيادة. tiny glands. nourishment طبعا هنا ده خطأ، المفروض تبقى ان nourishment. molecules absorb cells. tract chew swallow. ويلا بينا يا شباب نشوف الأسئلة الجميلة اللي احنا جاوبنا عليها من خلال النص. questions، answer the following questions. number one، what is a digestive system؟ ما هو الجهاز الهضمي؟ وإجابته في الباراجراف الأول. number two، what does the mucosa contain؟ على أي شيء تحتوي أو يحتوي الغشاء المخاطي؟ إجابته في الباراجراف الأول. number three، what does digestion mean؟ ماذا تعني عملية الهضم؟ إجابته في الباراجراف الثاني. number four، where does digestion begin؟ أين يبدأ الهضم؟ ودي إجابته في الباراجراف الأخير. وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا النهاردة. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وكمان سبسكرايب في القناة عشان توصلنا كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.